بيكم في حلقة جديدة النهاردة، فيديو جديد عن العلاقات. والنهاردة موضوع الحلقة مهم جدا جدا لكل بنت لسه ما ارتبطتش ارتباط رسمي او ما اتخطبتش، لان السؤال ده بتسأله كتير جدا جدا من بنات بصراحة. فالحلقة النهاردة هي موجهة للبنات مش للشباب، وهتكلم النهاردة عن موضوع غريب شوية. موضوع النهاردة صراحة هنتكلم النهاردة عن سؤال، السؤال ده انا بطلب من كل بنت مرتبطه بشاب ولسه ما خطبهاش او ما اتجوزهاش ان هي نو واي مهما حصل ان هي تفكر تساله السؤال ده، لان هي لو سالت السؤال ده كانها بتقلل من شانها، كانها بتنهي العلاقه بس بطريقه سريعه جدا جدا. قبل ما نبتدي في الفيديو يا ريت تعملوا لايك تشجيعي للفيديو، تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا كمان الجرس، تعملوا شير لكل صحباتكم البنات عشان الفيديو النهارده للبنات فقط. بس يعني النهارده الفيديو للبنات فقط مش للرجاله خالص يعني. واللايف الباب كان بيخبط من الاخر يعني. طيب السؤال ده تقريبا كل البنات اللي بتبعتي عن اسئله في العلاقات او في الارتباط او كده بتقول لي وانا قلت له كذا كذا وهو رد عليا. فتقريبا ما شاء الله بنسبة 97% من البنات بتسأل السؤال ده، بتسأله بشغف كده عارفين، وبزن زن 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 وشغف شغف. يعني المفروض ان هي ما تسألهوش أذر اصلا، ما تسألهوش خالص. لا البنات مش بس بتسأله ده، بتسأله بتزن فيه كتير قوي قوي. تفضل بقى ها امتى زي ما قلتلكوا قبل الفيديو، الفيديو ده للبنات فقط، يعني هو دردشة بنات او كلام بنات، حكايات بنات، مش عارفة اسميه ايه، بس هو للبنات فقط فقط فقط. السؤال هو يعني يا ترى ايه نهاية علاقتنا، يا ترى ايه مستقبل علاقتنا، يا ترى ايه اللي جاي، ها هتتقدم لي امتى، يا ترى ايه اللي جاي بعد كده، يا ترى ايه نهاية علاقتنا، يا ترى ايه هنوصل لفين مع بعض، يا ترى هتيجي تقابل بابايا امتى. بصوا السؤال ده تقريبا لو انت سألتيه كأنك بتقولي له انا شخصية مش عارفة قيمة نفسها، انا شخصيا ماليش اي 30 لازمه، انا بنت مش واثقه في نفسي، انا بنت واقعه وعايزه اي حد يعني يجوزني. اوعي يا بنتي يا حبيبتي او يا اختي الصغيره تسالي السؤال ده لو حد انت مرتبطه بيه ولسه ما ارتبطتوش ارتباط رسمي. السؤال ده تمحيه من ذاكرتك، تمحيه من حياتك كده، كان السؤال ده اتلغى. عارفين السؤال اتلغى، السؤال اتلغى من الحياه، هو السؤال ده اعتبروه اتلغى. لان انت وانس ان انت تساليه قيمتك عند هذا الشخص ودرجة اهتمامه بيك هتقل كده، لا دي بتجري ورايا. دايما خلوا عندكم قيمة، خلي الشخص التاني هو اللي عنده شغف، هو اللي بيجري وراكو. يعني انت لو سألتي السؤال ده كأنك بتقولي له يلا ننفصل، وساعتها هو يعمل نفسه أهبل أو عبيط أو هينفض، وأسبوع ورا التاني وفجأة هيبطل يكلمك. لو الشخص مش هو اللي عايز يجري وراكي، ومش هو اللي عايز يتقدم لك، ومش هو اللي عايز يرتبط بيكي، اعرفي ان هو مشاعره مش حقيقية، اعرفي ان هو يعني اخر ان هو بيتسلى بيكي، بيضحك عليكي، مش بيحبك. لان هو لو بيحبك بجد هيبقى عايز، هو لنفسه اللي عايز يتجوزك، عايز يرتبط بيكي، عايز في اسرع وقت ممكن يقابل اهلك. اما هو لو مش في دماغه الموضوع، لا هو بالنسبه له الموضوع مجرد تسليه، مجرد وقت بيقضيه فقط لا غير. علشان كده بجد دي نصيحه اخويه من اختكم الكبيره او اختكم الصغيره مش عارفه، بس اعتقد اختكم الكبيره يعني اختكم الكبيرة. اوعي يا بنتي يا حبيبتي او يا بنات تسألوا السؤال ده، بالعكس زي ما قلت يعني حتى لو انت هتموتي كده وبتغلي وعايزة تعرفي السؤال ده ملوش اي لازمة. هل انت بتقولي نهاية علاقتكم ايه؟ هل هو مثلا لو هو بيشتغلك هيقولك يا حبيبتي انا هاجي اتجوزك بكرة، يعني هسيبك دلوقتي حالا واحنا ملناش مستقبل في علاقتنا؟ لا بالعكس، اقولك شوية وهاجي اتقدم لك وبقى يتحنجل وتمنجل. فسؤال اصلا ملوش اجابة، اجابته مش ليها اهمية. هو مجرد لو هو بيشتغلك ممكن يعرف يضحك عليك وياكلك بكلمتين الموضوع انتهى. علشان كده ما تسأليش طول حياتك السؤال ده، لان السؤال ده ما بيوصلش لاي حاجه، ملوش نهايه يعني ملوش حل او اجابه وافيه يعني. طب هو ازاي يعني هخليه اقول له ان احنا لازم نرتبط؟ يبقى في حدود في العلاقه بتاعتكم. يعني انا ما بحبش انا العلاقات الاوبن قوي قوي قوي، لازم تبقي عامله له عارفه ان انت بنت ناس، ان انت واحده محترمه، ان انت متربيه، ان اهلك عارفين حتى ان انتوا بتتكلموا مع بعض، او عارفين ان انتوا مثلا في اعجاب ما بينكم. الاعجاب يعني لازم تفهمين ان اهلك داخلين في الموضوع. ليه بقى؟ ساعتها يعرف ان هو ما ينفعش يلعب،
وما ينفعش تقولي له يلا تعالى قابل مامتي، مامتي عايزه تتعرف عليك، انت ما تقوليش كده، خليه هو اللي يطلب. بس هو لازم يعرف ان انت صاحبه مامتك او صاحبه باباكي، واهلك عارفين ان انتوا بتتكلموا مع بعض، ان في كونتاكت ما بينكم، ان في يعني ان انتوا بتتعرفوا على بعض اكتر، ربما يكون في خطوبه او جواز، فساعتها هيعرف ان انت يعني واحده بنت ناس ومحترمه. اما موضوع بقى يعني ايه بقى ان انا يلا نعمل كل حاجه مع بعض واحنا مش مخطوبين ولا متجوزين ولا اي حاجه، دي انا ضدها خالص، وشايفه ان هي بتقلل من احترام الشاب للبنت، او بتقلل من انت اصلا هيقلل من احترامك لنفسك. فدايما خلي فيه حدود في علاقتكم مع بعض، خلي فيه يعني زي ethics كده، كل ما الشخص ده يحترمك اكتر كل ما هيتمنى ان انت تكوني مراته وتكوني ام ولاده. انا على فكره مش شخصيه معقده خالص، بالعكس انا يعني انا مش يعني انا يعني بس انا دايما بحب الحدود، يعني دايما ابقى عارفه الشخص ده حدوده وانا عارفه حدودي، يبقى فيه كده يعني كل واحد عارف الليمت بتاعه، كل واحد عارف عنده الليمت، ما ينفعش يتعدى هذا الليمت. فموضوع بقى ان انا طب ازاي هعرف هو هيتقدم لي ولا لا، دي انت هتحسيها مش هتعرفيها، زي ما قلت السؤال ملوش اجابه يا بنات، يعني مش هتقولي له يلا يا حبيبي انت هتيجي تقدم لي ايه، وين هي علاقتنا ان شاء الله، طب هنتجوز امتى، مش هيجي يقول لك الاسبوع الجاي، ما هو هيشتغلك عشان هو عايز علاقتكم كامله، هو بيضحك عليكي. اما لو الشخص مش بيحبك بجد وعايز يرتبط بيكي بجد، هو اللي هيجي يقول لك عرفيني على مامتك، انا عايز اتعرف على اهلك، هو اللي هيبقى عايز كده، لان هو حاسس ان انت فرصه، حاسس ان انت جوهره، حاسس ان انت لؤلؤه، ومش عايز يفقدك اطلاقا، مش عايز يضيعك من ايده، هو اللي هيبقى عايز يعرفك على مامته، عايز يعرفك على اهله، عايز العلاقه تبقى فورمال اكتر. دي الحاجه او العلامه اللي هتخليك تحس اذا كانت مشاعره ليكي مشاعر حقيقيه ولا هو بيشتغلك. اما لو هو بيشتغلك وبالنسبه له يلا بقى ساعتين بيتكلموا مع بعض بالليل وواتساب وماسنجرز ويا سلام انا خسران ايه، واحده بتسليني وخلاص. اما يلا ندخل في علاقه جديه، دي هو بالنسبه له يا سلام هيهرب. وعلى فكره السؤال ده انت لو سالته له هو بيشتغلك، على فكره بعديها بثلاث ايام الشخص ده هيختفي من حياتك، عملك بلوكات على كل حاجه في الدنيا وخلاص، ولا كانك شفتيه في حياتك قبل كده. فانا مش شايفه ان السؤال ده ليه قيمه، لان هو لو شخص ده عايز يرتبط بيك وانت سالتيه هيفضل طول حياتك عارفه حاسس ان انت اللي اكبرتيه، انت اللي اقتحمتي حياته، انت اللي اكبرتيه ان هو يتجوزك، يعني انت مش هو، هتفضلي طول حياتك تقولي ده هو لو كان عايزني بجد، ويا سلام بقى يعني طول حياتك هتفضلي تتعذبي. فانا شايفه ان عمرك ما تسالي الشخص السؤال ده يا بنات، مهما حصل افعاله هي اللي هتجاوبك على السؤال دوت. يعني لو هو بيحبك بجد هو اللي هيبقى عايز يقرب منك، هو اللي عايز يعرف كل حد في اهلك، هو اللي عايز يقتحم حياتك مش انت اللي هتقتحم حياته. ما تجبريش نفسك على حد، ما تبقيش زنانه زن زن زن، ده بقول لك البنات بتقعد تحكي لي مش بس بيسالوا السؤال ده، ده بيزنوا عليه يعني ها ايه العلاقه، ايه اللي هيحصل، ايه الفيوتشر يا جماعه، ها يا جماعه ايه اللي هيحصل بعد كده، يلا ايه اللي جاي بعد كده. فانا ضد الموضوع ده نهائي نهائي نهائي. شكرا لكم، انا هعمل مجموعه فيديوهات البنات فقط كتير جدا بناء على طلب البنات اللي بتبعت لي على الفيسبوك. في هنا فيديوهات كده علامه اي عن العلاقات، هسيبها لكم بجد بريكومند يو ان انتوا تتفرجوا عليها، اعملوا شير بليز للفيديو ده لكل بنت بتتفرج علينا او لصحباتكم البنات قرايبكم، لان الفيديو ده انا شايفاه مهم جدا لكل بنت، يعني مش يعني فيديو مهم فعلا وبيأثر جدا في البنات، ويعني بيأثر على كرامتك كده وكبريائك يا بنتي ويا اختي الصغيره، عشان انتوا كلكم صغيرين، مش عارفه انا حاسه ان كل بيتفرجوا عليا اصغر مني يا جماعه، انا فوق ال 30، فكل اللي بيبعتوا لي تقريبا في الجامعه، انا تقريبا يعني مستوليه على الناس اللي في الجامعه، لا وعندي لحد 35 سنه، فمعظم الناس اقل من 30. اعملوا لايك للفيديو عشان تدعموني، اشتركوا في القناه، اعملوا شير بليز، الشير بتاعكم مهم جدا جدا، اعملوا شير لصحباتكم البنات ولكل الناس تعرفوهم. اكتبوا لي تحت ايه رايكم في الكلام دوت، اذا كان انتوا بتتفقوا معايا في الراي ولا لا، وحتى لو في شباب او رجاله بتفرجوا عليا يكتبوا تحت هما ايه رايهم كشاب، هو كشاب وعايز ينصح اخته، هل فعلا يعني السؤال ده مش هو بيقلل البنت كرامتها وهي مش هتستفيد حاجه ولا لا. شكرا، بحبكم، اعملوا لايك، شكرا، تصبحوا على خير، واتفرجوا على الفيديوز بتاعه العلاقات القديمه اللي انا كنت عاملاها قبل كده من زمان اول ما القناه فتحت، حلوه قوي هتفيدكم. شكرا، مع السلامه. اعملوا لي فولو على الانستجرام على الفيسبوك، انا هسيب لكم اللينك.